كراكنج اتكسرت او حصل مشكله في الارتيكولر كارتليج. كويس. الساينوفيوم، في ساينوفيوم جوه الجوينت على كلنا عندنا، اذروايز كنا ماشيين نطرقع كده زي الروبوت. اوكي. الساينوفيوم ده بي ثرو كراكنج في الارتيكولر كارتليج، كويس، بيمشي اتس واي، بي جوز اتس واي كده خلاص. اوكي. يعمل كراكنج في الكورتكس ويعمل حاجه اسمها سب كوندرال سيست. كويس. سيست بنسميها سودو سيست. ليه سودو سيست؟ لان السيست كباثولوجيكال سبيكينج هي عباره عن كافيتي لايند بابيثيليوم. ديفينيشن بتاع سيست دي، ذيس از نوت ا كافيتي لايند باي ابيثيليوم. هو حصل الساينوفيوم ثرو كراكنج اللي في الكارتليج وفي البون، ماشي، عادي يزق طريقه يزق طريقه لغايه لما عمل الكافيتي دي اللي هي السودو سيست. ايه كمان؟ لوز بوديز. كويس. لوز بوديز ماشي، يعني عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيفايد بوديز لو هنشوفهم في البلين اكس راي، سرحين كده لوس وذين الجوينت. دول بيجوا منين؟ يا اما بيجوا من اوستيوفايتس حصل لها ديتاتشمنت، كويس، يا اما الكارتليج ده الدبرس بتاع الكارتليج لما اتاكل وقع في الجوينت وحصل عليه مع مرور الوقت اوسيفيكيشن. اوكي. فيبقى بالتالي شايفين الخمس سطور دول، ماشي، دول ايه هتحفظوهم كده برضو، ماشي. اي تقرير اشعه بتاع عني، اوكي، هنقول انه evidence of osteoarthritis as follows، مثلا narrowing of the joint space, subchondral sclerosis، كذا كذا. على الاقل دلوقتي فاهمين كل واحده بتحصل ازاي. طيب نشوف بقى الصور دلوقتي. ده هو بيحصل ايه؟ زي ما احنا قلنا هنا ان superior aspect بتاع الهيب جوينت، ماشي، والميديال aspect بتاع الني جوينت. السوبيريور aspect بتاع الهيب جوينت دي عندي في ايه؟ في narrowing joint space، ماشي، في subchondral sclerosis، ماشي، في cysts، شايفين؟ اوكي. في يعني اوستيوفايتس، يعني هنجملها، مش لازم. في الميديال كومبارتمنت اهو، ماشي، نارنج جوينت سبيس، سب كوندرال سكلوز، في اوستيوفايت بسيط. اوكي. ما طبعا مع الوقت بقى بيحصل مال الاينمنت، ماشي، فبيحصل الديسبيسمنت ده. اوكي. شايفين السودو سيست دول او السيست عنيفه جدا، والاوستيوفايتس برضو في الحاله دي ايه؟ عنيفه. اوكي. هنشوف الديجنريشن برضو بتاعه الهاند. شايفين هنا في ناروينج الجوينت. دي واحده من الحاجات اللي في الستات اكتر، الاوستيوارثرايتس. مش حلوه الصوره، بس هي دي من الاستخدام الايد يعني في الشغل البيت. الترابيزيو ميتاكاربال او جوينت دي بيبقى فيها ادي اوستيوفايت فورميشن وناروينج للجوينت سبيس. اوكي. ماشي. ده سريعا كده هي دي الحاجات الاساسيه، الخمس ايتمز الاساسيه. لو نفتكر اسبابها مش هننساها تاني، بتاعه الديجنريتيف ارثرايتس. كويس. طيب احنا قلنا كل ده ايه؟ عباره عن الارثرايتس اللي بتحصل عادي نتيجه للسن او نتيجه لسوء استخدام المفاصل او وات ايفر، يعني وزن زياده، يعني الاسباب المختلفه اللي هي ايه بتحصل، بتعمل انترنسيك ديجنريشن للارتيكولار كارتليج، ماشي. لكن ساعات بيحصل حاجه اسمها سكندري ديجنريتيف ارثرايتس. سكندري ديجنريتيف ارثرايتس يعني ايه؟ يعني الارتيكولار كارتليج ده حصل له ديستراكشن باز لسبب اخر، ماشي، لأذر جوينت ديزيز او تروما او وات ايفر، ايه الحاجه اللي بوظته وحصل سوبر ادد عليه ارثرايتس. طيب نعرفها ازاي؟ او سوبر ادد عليه ديجنريشن، ماشي. اتيبيكال لوكيشن يعني ايه؟ يعني الانكل مثلا مش جوينت يعني بنشوف فيه ارثرايتس كتير. اوكي. طيب او اتيبيكال ابييرنس، لما يبقى في اوستيوارثرايتس غالبا بتافكت التو جوينتس، يعني الهيبس الاثنين، النيز الاثنين، الانكلز الاثنين. كويس. لقينا واحده من الجوينت اوستيوارثرايتس عنيفه والثانيه نورمال، يبقى لازم نفكر ان هي سكندري ارثرايتس. اتيبيكال ايج، واحد عنده 20 سنه شاب وعنده اوستيوارثرايتس في النيه، لازم افكر ان دي سكندري لحاجه ثانيه. الجنريتيف ارثرايتس دي ممكن تيجي اون توب اوف اي حاجه، ماشي، تروما، ماشي، انفكشن، اوكي، اون توب اوف روماتويد، اي نوع من الارثرايتس تانيين بتيجي اون توب اوف، يعني في تو سلايدز، اي حاجه يعني حدث ولا حرج، اي جوينت افكشن ممكن سكندري ارثرايتس تسوبرفين. بص على ده مثل عشان نفتكر. ده عيان عنده 20 سنه،
كويس تقريبا، وحصل ده كان اتكسر هنا ماشي، وحصل له فيكسيشن، فما قعد فتره ما يستخدمش الرجل اليمين دي. رجله الشمال طبيعيه جدا ما فيهاش اي مشكله، اليمين حصل ايه ناروينج للجوينت سبيس، باتشي سكليروزس زي ما احنا شايفين. ده يفكرنا ب secondary degenerative arthritis ماشي، secondary to other cause. اوكي ده الجينيتيف ارثرايتس. احنا محتاجين نعرف ايه؟ نعرف في برايمري وفي سكندري. الارتيكولر كارتليج هو الفيرست سايت تو بي افكتد. الحاجات اللي بتحصل قلناها الناروينج ونيو بون فورميشن واللوز بودي والسبكوندرال سيست، وعرفنا اسبابها. والسكندري اللي هي بتيجي اون توب اوف اي ديزيز تاني. تاني حاجه هناخدها اللي هي مش لطيفه قوي يعني في الاشعه، اللي هي الشاركوتس ولا العيان ولا اي حاجه بشكل، شاركوتس ارثروباثي او نيوروباثيك ارثروباثي. نيوروباثيك ارثروباثي هي نتيجه لايه؟ نتيجه ان العيان حصل له ديستربنس في السنسيشن ماشي، فما بقاش عنده الاحساس بتاع البين كويس، فبيحصل له ريبيتيتيف ماينور تروما كويس. بتبدا ماينور تروما في ماينور تروما ماينور تروما، ما بيعالجهاش ما بيحميش نفسه وكذا، فبيبدا يحصل افكشن للجوينتس. دي اكتر حاجه احنا بنشوفها في الدايباتيك فوت، الدايباتيك فوت كويس، بلوس اوف بروبريوسبتيف سنسيشن بيسموها، السنسيشن البسيط دي بتاعت اللي هو الواحد لو اتشك في دبوس مثلا او في ازازه في الارض فيشيل رجله بسرعه، لا هم ما بيحسوش ده، فبالتالي ما بيحموش نفسهم فبيتعوروا جامد اكتر من الطبيعي. تاني حاجه طبعا المفهوم ان ممكن تحصل اي حاجه تعمل لوس اوف سنسيشن، بس يعني لو في سيرنكس او سباينال تيومر برده ممكن يعمل ده. وطبعا الدايباتيك فوت ماشي. ليه بقى انا بقول ان هي من يعني اولا الاشعه اللي بتجي لك بتاع الدايباتيك فوت كلنا بنبص عليها ونحطها جوه الظرف تاني ما بقاش عايزين نكتبها. اوكي تاني حاجه طبعا هي حاجه مؤذيه بالنسبه للعين. خلينا نعرف ايه الحاجات الكاركترستكس بتاعت الشاركوت دي، وعشان على الاقل كريبورتر يعني نعرف نعملها. بيحصل ايه؟ هو بيحصل ديس اورجنايزيشن للجوينت، يعني الجوينت بيتلخبط كويس. يعني ايه؟ يعني بيحصل له مال الاينمنت وديفورميتيز كويس، بيحصل بون ديستراكشن كويس. البون اللي بجد ديسترويد ده بينفصل عن الجوينت وبيتحول الى بون ديبريس، فيبقى عندي فيه فرجمنتيشن للبون، في بونز في افري وير كويس. بيحصل انكريزد بون دنسيتي وبيحصل ديفورميتي. في شاركوت في ميكسد ليتك وسكليروتيك اوكي، يعني نيوروباثيك في حتت فيها انكريز بون دنسيتي وفي حتت فيها اوستيوليسيس. الحاجه الثانيه اللي في اللي مهمه قوي في الشاركوتس اللي احنا ما عندناش رد عليها دافنت دايما، هل في العظمه دي اون توب اوف ات في اوستيومايلايتس ولا هي بس نيوروباثيك جوينت؟ اوكي ماشي. انا اللي انا عايزاه منكم غير اللي احنا هنشوف السلايدز ان انتوا تحفظوا الفايف ديز دول كويس، اللي هو الديس اورجانيزيشن للجوينت، بون ديستراكشن. بون ديستراكشن يبقى معاها الدبرس اللي هم البون فراجمنتيشن اللي طلع كويس، زياده في البون دنسيتي والديفورميتي اللي بيحصل. هنبص على دي شاركوتس في الني، دي مش كومن قوي اوكي، بس انا عندي ايه؟ عندي مش كومن، شوف عندي في سبلكسيشن عنيفه لبوث جوينتس، في ديس اورجانيزيشن ل الجوينت، في بون نيو بون فورميشن زي ما احنا شايفين عشان هو هايبرتروفيك كويس، في البون حصل له فريجمنتيشن وفي بون جات سيبريتد وذين الجوينت. اوكي دي دايابيتيك فوت كويس، في ديس اورجانيزيشن للجوينت سواء هنا في الجوينت دي اصلا مش شايفينها، فين الجوينت اصلا مش واضح المعالم تماما، او هنا كويس. هو عامل امبيتيشن للتو فينجرز دول او الجزء ده بس، الباقي فيه ادفانسد بقى بون ريسوربشن على بون سكليروزس على بون فراجمنتس. فيلم زي ده اول ما بنشوفه لو انت جديد في الاشعه يعني اللي هو اسقط في يدي فعلا، اكتب يعني اكله منين ابداه فين يعني كده. هو الحل ان انت تفتكر الفايف ديز، تستارت من الديس اورجانيزيشن وتشوف. الحاجه الثانيه اللي ما ننساهاش بالنسبه للعيان ده انه الدكتور اللي بعته بيبقى عارف ان عنده دايابيتيك فوت، عارف ايه الصباع اللي بايظ، عارف كل الحاجات دي، بيبقى نفسه يعرف اذا في اوستيومايلايتس ولا لا، فبينطبق عليه اللي احنا
شوفي بنبص على سيكويسترام، بنبص على بريوسيال نيو بون فورميشن عنيف شبه الاوسيومايلايتس، وستيل ما بنعرفش نرد على السؤال ده ديفينتلي. نبص على دي عيان عنده سيرنكس في السباين، وبالتالي حصل له الشاركوتس او نيوروباثيك جوينت في الشولدر، عندي ديس اورجانيزيشن للشولدر جوينت، عندي في بون فراجمنتس او بون دبرس موجود شايفينه ده، اوكي الحتت دي ده حصل، العظمه دي منفصله عن بقيه الشولدر هنا وهنا وهنا، اوكي وفي الباتشي سكليروزس اللي موجود اناتومي في ال دي ده فين دي الهيد، اه حصل لها ديسلوكيشن واتحركت، اه لا هو ديستورتد خالص يعني هي ديس اورجانيزد تماما يعني. اوكي دي برضو اهي ده السيرنكس اهو اللي في ال اللي في السباينال كورد، وادي شولدر جوينت يعني ايه هنقول تاني. ايوه اوبا اوبا مين سال؟ احنا قلنا ده السنسيشن مش ايه، لا ملوش انا جايباه كده. اوكي ماشي اخر حاجه الحمد لله يعني في الجوينتس في الكلاسيفيكيشن احنا قلنا في الايروزيف وفي هايبرتروفيك، اخر حاجه اللي خدناها قبل كده اللي هي الانفكتشس اللي هي سيبتيك ارثرايتس. اوكي سيبتيك ارثرايتس زي ما احنا قلنا قبل كده انه ده انفكشن في الجوينت ممكن يحصل ات اني ايج، ممكن يبقى هيماتوجينس سبريد، ممكن تبقى دايركت انفكشن من افكشن في البون او في